قضايا العراق التربوية. نحييكم أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط، ونقدم لكم درسا من دروس الفيزياء في مراجعة عامة. ومراجعتنا لهذا الدرس راح تكون مراجعة الفصل الثالث اللي يخص التيار الكهربائي. بداية عزيزي الطالب، عندنا بعض الأسئلة نريد نوضحها ونتعرف على الإجابة على هذه الأسئلة. فعندنا السؤال الأول عزيزي الطالب: ما المقصود بالتيار المستمر؟ اذكر مصادر هذا التيار. طبعا التيار المستمر هو التيار الذي يكون متغير المقدار والاتجاه. التيار اللي يكون متغير المقدار ثابت المقدار، التيار المستمر يكون ثابت المقدار والاتجاه، عفوا على هذا الخطأ. التيار المستمر هو التيار الذي يكون ثابت المقدار والاتجاه، ومصادر هذا التيار راح تكون هي مولدات التيار المستمر، وأيضا الأعمدة الكهربائية اللي نقصد بها البطاريات. فالبطاريات تنطيني تيار مستمر، وأيضا بعض أنواع المولدات تنطيني تيار مستمر. هذا بالنسبة إلى السؤال الأول. ننتقل إلى السؤال اللي بعده عزيزي الطالب. السؤال يقول: ما الذي يجب مراعاته عند استعمال جهاز الأميتر لقياس التيار الكهربائي؟ احنا طبعا نستعمل جهاز الأميتر لقياس التيار الكهربائي، فأثناء استعمال الأميتر يجب أن ننتبه إلى ثلاثة شروط مهمة، وهي أنه أولا يجب أن يربط الأميتر على التوالي مع الجهاز المراد معرفة تياره. ثانيا يجب أن تكون مقاومة هذا الأميتر أقل من مقاومة الدائرة أو أقل من مقاومة الجهاز المراد معرفة تياره. وثالثا يربط القطب الموجب للأميتر مع القطب الموجب للنظيدة أي البطارية، ويربط القطب السالب للأميتر مع القطب السالب للنظيدة. فهذه الشروط هي الثلاثة اللي يجب الانتباه إلها ومراعاتها عند العمل أو عند استعمال جهاز الأميتر. طبعا هنا نقدر ناخذ فرق بينها وبين شروط الواجب مراعاتها عند استعمال الفولتميتر. فشلون راح تكون الشروط أو شلون راح تكون هذه المقارنة؟ بالنسبة إلى الأميتر مثل ما ذكرنا أنه يربط على التوالي مع الجهاز المراد معرفة تياره، بينما الفولتميتر يربط على التوازي مع الجهاز المراد معرفة فرق جهده. هنا تيار، هنا فرق الجهد، لأن الفولتميتر يقيس فرق الجهد. النقطة الثانية أنه الأميتر يجب أن تكون مقاومته صغيرة جدا بالنسبة إلى مقاومة الدائرة الكهربائية أو بالنسبة إلى مقاومة الجهاز المراد معرفة تياره، بينما الفولتميتر يجب أن تكون مقاومته أكبر من مقاومة الجهاز المراد معرفة فرق جهده. هذا بالنسبة للنقطة الثانية في الأميتر والفولتميتر. النقطة الثالثة هنا نقدر نعتبرها كنقطة مشتركة بين الفولتميتر والأميتر. شلون؟ الأميتر يربط القطب الموجب إليه مع القطب الموجب للنظيدة، ويربط القطب السالب للأميتر مع القطب السالب للنظيدة. ونفس الحالة بالفولتميتر، أيضا يمكن أن نربط القطب الموجب للفولتميتر مع القطب الموجب للنظيدة، ونربط القطب السالب للفولتميتر مع القطب السالب للنظيدة. فإذا هاي النقطة ممكن تكون مشتركة. نجي للسؤال اللي بعده عزيز الطالب: ما العوامل التي يتوقف عليها مقدار مقاومة الموصل؟ طبعا العوامل اللي يعتمد عليها أو يتوقف عليها مقدار مقاومة الموصل هي أربع عوامل، نكتبها ونوضحها. أولا طبعا هذا الجواب مال السؤال الثالث اللي هو هذا: ما العوامل التي يتوقف عليها مقدار مقاومة الموصل؟ أولا عندنا درجة الحرارة، وثانيا طول السلك الموصل، وثالثا مساحة المقطع العرضي، ونقدر نقول عليه قطر السلك. نقدر نقول قطر السلك الموصل. والنقطة الأخيرة نوع المادة. راح نوضح هذه النقاط الأربعة
إذا كانت عندنا درجة الحرارة هي من العوامل اللي يتوقف عليها مقدار مقاومة الموصل، فدرجة الحرارة في بعض المواد عندما ترتفع تزداد مقاومة الموصل، وفي بعض المواد عندما ترتفع درجة الحرارة تنخفض مقاومة الموصل، وفي بعض المواد عندما ترتفع درجة الحرارة فإن مقاومة الموصل لا تتأثر. هذا بالنسبة إلى درجة الحرارة. بالنسبة إلى طول السلك الموصل، فطول السلك الموصل يتناسب طرديا مع طول السلك الموصل يتناسب طرديا مع المقاومة. يعني كل ما زاد طول السلك الموصل تزداد عندنا المقاومة، وكل ما يقل طول السلك الموصل تقل عندنا المقاومة. إذن هذا هو التناسب الطردي. بالنسبة للنقطة الثالثة اللي هي مساحة المقطع العرضي، أو نقدر نقول عليها قطر السلك، فهذه راح تتناسب عكسيا مع المقاومة. يعني شلون؟ إذا زاد عندنا مساحة المقطع العرضي للسلك الموصل راح تقل عندي المقاومة، وبالعكس إذا قلت مساحة السطح أو المساحة السطح العرضي راح تزداد عندي المقاومة. إذن هنا راح يكون عندنا تناسب عكسي من النقطة الثالثة. أما بالنسبة للنقطة الرابعة اللي هي نوع المادة، فإحنا مثلا لو كان عندنا موصل مصنوع من الحديد، وموصل مصنوع مثلا من النحاس، وموصل مصنوع مثلا من الفولاذ أو من أي معادن أخرى، راح نلاحظ هذه الموصلات نفس الطول ومعرضة إلى نفس درجة الحرارة وتمتلك نفس مساحة المقطع العرضي، لكن راح نلاحظ أكو اختلاف في مقاومة هذه الأسلاك الموصلة من موصل إلى موصل آخر. هذا الاختلاف ناتج عن نوع المادة، لذلك نوع المادة هي اللي راح تختلف، فراح تكون أحد العوامل المؤثرة اللي يعتمد عليها مقدار المقاومة. نجي إلى سؤال آخر أعزائي الطلبة، اللي هو يفضل ربط المصابيح والأجهزة الكهربائية في الدوائر الكهربائية على التوازي. طبعا هنا يفضل ربط الأجهزة على التوازي، يفضل ربط المصابيح والأجهزة الكهربائية في الدوائر الكهربائية على التوازي. نريد نعرف السبب، ليش يفضل ربط الأجهزة الكهربائية على التوازي؟ لأنه عند تلف أحد الأجهزة أو عند تلف أحد المصابيح المربوطة على التوازي، فإن هذا لا يؤثر على بقية الأجهزة ولا يؤثر على بقية المصابيح الأخرى، لأنه كل مصباح أو كل جهاز راح يكون مربوط بتيار مخصص إليه، لأنه مثل ما عرفنا في ربط التوازي راح يكون عندنا أكثر من طريق للتيار الكهربائي عكس ربط التوالي. لذلك فعند تلف أحد هذه الأجهزة فإنه لا يؤثر على بقية الأجهزة الأخرى، وتبقى بقية الأجهزة مشتغلة طبيعي. ننتقل عزيزي الطالب إلى بعض المسائل الرياضية اللي تخص موضوع التيار الكهربائي. فعندنا سؤال، إذا كان مقدار التيار المنساب في موصل، عندي قيمة التيار، إذا كان مقدار التيار المنساب في موصل يساوي 0.5 أمبير، إذن عندي قيمة التيار، احسب مقدار الشحنة. الشحنة راح تكون مجهولة التي تعبر مقطع من الموصل خلال 3 ثواني. انتبه يا عزيز الطالب لهذه النقطة، هذا الزمن هو 3 ثانية. الزمن ناطيني قيمته لكن كتابيا وليس معبر عنها رقميا، فلازم تنتبه لها هذه النقطة. هسه نريد نعرف مقدار الشحنة من خلال هذه المعطيات. من خلال هاي المعطيات احنا نرجع للقانون الرئيسي مالتنا، انه التيار يساوي لنا الشحنة على الزمن. من خلال هذا القانون نقدر نوجد صيغة اخرى اللي هي تخص الشحنة، راح تساوي لنا التيار في الزمن. اذن التيار عندي قيمته 0.5 في الزمن هو راح يكون شقد 3، ف 0.5 نضربها في 3 راح يطلع الناتج 1.5 كولوم. هذا هو مقدار الشحنة لهذا السلك الموصل. ننتقل إلى سؤال آخر عزيز الطالب. هذا السؤال هنا راح يخص المقاومات الكهربائية، وبالنسبة للمقاومات الكهربائية دائما تحل بواسطة قانون أوم.
قانون أوم، إذا نريد نعرف نص هذا القانون فهو حاصل قسمة فرق الجهد الكهربائي على مقدار التيار الكهربائي ضمن حدود معينة راح ينطيني مقدار ثابت، وهذا المقدار الثابت راح يمثل لي المقاومة الكهربائية اللي أيضا راح تقاس بوحدة الأوم. فعندنا شكل موجود قدامك، هذا الشكل عزيز الطالب. من ملاحظة الشكل المجاور احسب مقدار المقاومة المكافئة. إذا أنا عندي هذا الشكل، هذا الشكل يريد نحسب من عند المقاومة المكافئة، ويريد نحسب من عند التيار الكلي المنساب في الدائرة، ويريد نعرف من عند مقدار فرق الجهد بين طرفي كل مقاومة. زين، نجي احنا نباوع على هذا الرسم عزيز الطالب، راح نشوف المقاومات متتالية أو متتابعة متصلة واحدة بالثانية. فمن خلال هذا الرسم احنا راح نعرف نوع هذا الربط. هذا الربط هو ربط توالي، هذا الربط هو ربط توالي، لأنه احنا تعلمنا بربط التوالي تكون المقاومات مرتبطة واحدة بالثانية، ويكون عندنا تيار اتجاهه واحد، يعني طريق واحد للتيار الكهربائي. لذلك التيار الكهربائي في ربط التوالي راح يكون تيار ثابت المقدار لجميع المقاومات وللدائرة الكهربائية بشكل عام. فإذا نريد نحل هذا السؤال بالنسبة للمطلب الأول، يطلب من عندي إيجاد المقاومة المكافئة، هذا هو المطلب الأول، يريد المقاومة المكافئة. احنا دائما اتعلمنا نطبق قانون المقاومة اللي هو فولتية على تيار، لكن لما يطلب من عندي المقاومة المكافئة سواء كان الربط توالي أو توازي، وكانت عندي قيم المقاومات كلها معلومة، فبهذه الحالة راح أقدر أوجد المقاومة المكافئة من خلال خصائص ربط التوالي أو خصائص ربط التوازي، اللي راح تكون بالشكل التالي. المقاومة المكافئة في ربط التوالي راح تكون بهذا الشكل، المقاومة المكافئة تساوي لنا المقاومة الأولى زائدا المقاومة الثانية زائدا المقاومة الثالثة. راح نجمع هذه المقاومات، الأولى عندي مقدارها من الرسم 5 أوم، زائد الثانية 4 أوم، والثالثة هي 3 أوم. فإذا أريد أجمعها راح تكون المقاومة المكافئة تساوي 12 أوم، وهذا راح يحقق لي واحد من شروط ربط التوالي، اللي هو يجب أن تكون المقاومة المكافئة أكبر من أكبر مقاومة موجودة بالدائرة. فإحنا عندنا أكبر مقاومة هي 5 أوم، والمقاومة المكافئة طلعت 12 أوم، إذن هسه إحنا حلنا صحيح. نجي للمطلب الثاني، المطلب الثاني يريد من عندي التيار الكلي المنساب في الدائرة. زين، إحنا أيضا من خلال قانون أوم نقدر نطلع التيار الكلي اللي راح يساوي لنا الفولتية الكلية على المقاومة الكلية أو المكافئة، راح تكون بالشكل التالي، الفولتية الكلية اللي هي فولتية الدائرة 24 فولت، والمقاومة المكافئة اللي احنا هسه أوجدناها 12 أوم، فراح نقسم ال 24 على 12 راح تنطيني 2 أمبير. خلاص المطلب الثاني وطلعنا التيار الكلي. هسه نجي للمطلب الثالث، يريد من عندنا فرق الجهد بين طرفي كل مقاومة. بهاي الحالة فرق الجهد الأول يساوي لي المقاومة الأولى في التيار الأول. المقاومة الأولى قيمتها معلومة عندنا، التيار الأول ما موجود، لكن احنا ذكرنا وقلنا انه التيار الكلي راح يكون مساوي الى التيار الأول، ومساوي الى التيار الثاني، ومساوي الى التيار الثالث، لأن الربط توالي، وبربط التوالي يكون التيار متساوي. فإذا التيار هنا لجميع هذه المقاومات راح يكون هو 2 أمبير. فإذا من نجي نعوض راح يساوي لنا المقاومة الأولى هي 5 في التيار هو 2، راح يطلع لنا 10 فولت. نفس الطريقة أطلع الفولتية الثانية اللي هي المقاومة الثانية في التيار الثاني. المقاومة الثانية هي 4 في التيار الثاني اللي هو 2، راح تطلع عندي 8 فولت. ونفس الطريقة أطلع الفولتية الثالثة اللي هي المقاومة الثالثة في التيار الثالث، ويساوي 3 في 2 تطلع لنا 6 فولت. إذا أريد نتحقق من هذا الشيء ونتأكد من قيمة الفولتية أو اللي موجودة على كل مقاومة، نرجع إلى خصائص ربط التوالي. في خصائص ربط التوالي
عندنا التيار يجب أن يكون متساوي وفرق الجهد ينجمع، يعني نحصل على مجموع فرق الجهد لكل مقاومة نطلع من عنده الفولتية الكلية. هنا الفولتية الكلية بالرسم عندي 24 فولت، فإذا إذا قعدنا نجمع الفولتية الأولى والثانية والثالثة لازم تطلع 24، فإذا جمعنا العشرة ويا الثمانية هاي 18 ويا الستة هذه 24، إذن 24 فولت الفولتية الكلية إذا جمعناها، و24 فولت اللي موجودة عندنا بالرسم، فإذن حلنا بهذا الشكل راح يكون دقيق ومضبوط 100%. هذا بالنسبة إلى السؤال الأول. ننتقل إلى السؤال الثاني. طبعا هذا كان الربط هنا شنو توالي حتى نتأكد الربط هنا هو توالي. نجي للسؤال اللي بعده. في الشكل المجاور أيضا قدامنا شكل، احسب مقدار المقاومة المكافئة والتيار المار في كل مقاومة. هذا الشكل اللي موجود قدامنا يختلف عن الشكل اللي حليناه بالسؤال السابق. السؤال السابق كانت عندنا المقاومات متصلة واحدة بالثانية، لكن بهذا الشكل عندي المقاومات واحدة فوق الثانية. إذا هنا راح يبين لنا هذا النوع من الربط أنه هذا الربط هو توازي. حتى نتأكد من عنده ومن نحل نروح مباشرة على خصائص ربط التوازي. خصائص ربط التوازي عزيز الطالب راح تكون معاكسة إلى خصائص ربط التوالي. خصائص ربط التوازي راح يكون بها التيار الكلي يساوي حاصل جمع التيارات المارة في كل مقاومة عكس التوالي اللي يكون متساوي. في التيار في الربط التوازي راح تكون فرق الجهد الكلي للدائرة مساوي إلى فروق الجهود اللي موجودة في كل مقاومة عكس التوالي اللي تنجمع به فروق الجهود. بالنسبة إلى النقطة الثالثة، هنا بالتوازي راح نطلع مقلوب المقاومة المكافئة، وبعدين أثناء الحل نقدر نطلع المقاومة المكافئة. بينما في ربط التوالي المقاومة المكافئة تساوي مجموع المقاومات اللي موجودة عندنا بالدائرة. فنبدي في حل هذا السؤال بالشكل التالي. أول مطلب عندي إيجاد المقاومة المكافئة، نفس الملاحظة اللي قلتها بالسؤال السابق. إذا كانت المقاومة المكافئة مجهولة وقيم المقاومات معلومة في الدائرة، فحتى نطلع المقاومة المكافئة نروح إلى خصائص ربط التوالي أو التوازي. وبما أنه عندنا هنا توازي، فإذا راح نروح الخصائص ربط التوازي راح نطلع المقاومة المكافئة من خلال هذه العلاقة، واحد على المقاومة المكافئة يساوينا واحد على المقاومة الأولى زائدا واحد على المقاومة الثانية. إذن واحد على المقاومة المكافئة يساوي واحد على المقاومة الأولى، هنا قيمتها عندي 9، زائد المقاومة الثانية عندي قيمتها 18. هنا راح أوحد مقامات، توحيد المقامات هو اختيار رقم يقبل القسمة على هذه الأرقام اللي موجودة هنا. فهنا راح نختار 18، كون 18 يقبل القسمة على 9 ويقبل القسمة على 18، 18 على 9 تساوي لنا 2 في 1 هاي 2، زائد 18 على 18 بها 1 في 1 1، ويساوي الناتج النهائي 3 على 18. بهاي الطريقة احنا بعدنا ما طلعنا المقاومة المكافئة. المقاومة المكافئة هسه راح نطلعها بالشكل التالي. هذا هو مقلوب المقاومة، فبما انه مقلوب راح نرجع نقلبه مرة ثانية لإيجاد المقاومة المكافئة. راح تكون بهذا الشكل 18 على 3 ويساوي لنا 6 أوم. هذا هو مقدار المقاومة المكافئة، وهذا يحقق لنا الشرط اللي يخص ربط التوازي، أنه المقاومة المكافئة طلعت قيمتها أقل من أقل مقاومة موجودة بالدائرة. هنا أقل مقاومة مقدارها 9 وإحنا طلعنا المقاومة المكافئة 6، يعني أقل من 9. إذن هذا الشرط صحيح وحلنا لحد الآن صحيح. نجي إلى المطلب الثاني، يريد من عند التيار المار في كل مقاومة. طبعا احنا نعرف انه التيار راح يكون التيار الاول يساوي لنا الفولتية الاولى على المقاومة الاولى. هنا الفولتية راح تكون مجهولة الاولى، لكن احنا عندنا معلومة انه بربط التوازي تكون الفولتية متساوية. فبما انه انا عندي الفولتية الكلية موجودة هنا بالرسم، فهاي الفولتية الكلية راح تساوي للفولتية الأولى،
وأيضا تساوي لنا الفولتية الثانية وتساوي 36 فولت. فمن نريد أعوض عن الفولتية الأولى راح تكون هي نفسها الكلية اللي هي 36 أقسمها على المقاومة الأولى اللي هي 9 راح يطلع الناتج 4 أمبير. ونفس الطريقة أطلع التيار الثاني اللي هو الفولتية الثانية على المقاومة الثانية ويساوي لنا 36 على 18 راح يطلع الناتج عندنا 2 أمبير. إذا طلعنا التيار المار في كل مقاومة. فإذا أردنا نتأكد أنه يريد من عندنا التيار الكلي مثلا راح نجمع التيار الأول والثاني راح يكون الناتج هو 6 أمبير. هاي طريقة. والطريقة الثانية هي نفس هذه الطريقة لكن بإيجاد التيار الكلي راح تكون بالشكل التالي. هذا هو التيار الكلي يساوي لنا الفولتية الكلية على المقاومة المكافئة ويساوي 36 على 6 ويساوي لنا 6 أمبير. طبعا هذا الحل اللي نحله احنا هو إضافة للسؤال فيما لو أجب السؤال مطلب جديد. إذن هذه هنا إضافة. إذن التيار الكلي أخذنا نفس هذا القانون لكن غيرنا هنا سوينا كلي والفولتية كلية والمقاومة المكافئة. الفولتية الكلية عندنا بالسؤال والمقاومة المكافئة إحنا أوجدناها فقسمنا الفولتية على المقاومة طلعت عندنا قيمة التيار الكلي هو 6 أمبير. الطريقة الثانية لإيجاد التيار هي التيار الكلي يساوي التيار الأول زائدا التيار الثاني حسب خصائص ربط التوازي. التيار الأول اللي طلعناه قيمته 4 والتيار الثاني هو 2 فيساوي لنا 6 أمبير. إذن حلنا بهذا الشكل راح يكون صحيح. طبعا بالنسبة إلى الفصل الثالث ممكن أيضا ناخذ بيفة سؤال بسيط يوضح لنا بعض الأمور. عندنا سؤال إجا بالوزاري أو ممكن يجي بالوزاري أيضا اللي هو بالاختيارات. السؤال الأول الاختيارات النقطة العاشرة في الشكل المجاور ربط سلك غليظ بين طرفي المصباح الثاني بين النقطتين C و B. خلينا نرسمها حتى نوضح الحل عليها. هذا هو الشكل. عندنا هنا مصباح وهنا أيضا مصباح آخر مربوطين على التوالي بدائرة كهربائية وهذا هو اتجاه التيار الكهربائي وهذه هي نقطة A وهذه هي نقطة B وهذه هي نقطة C. وهذا المصباح الأول راح تكون إلى مقاومة نسميها R1 والمصباح الثاني إلى مقاومة نسميها R2. فيقول لو ربط سلك غليظ بين النقطتين B وC راح نلاحظ وعندي أربع اختيارات: انطفاء المصباح الثاني اللي مقاومته R2 مع زيادة توهج المصباح الأول اللي مقاومته R1، انطفاء المصباح الأول اللي مقاومته R1 مع زيادة توهج المصباح الثاني اللي مقاومته R2، لا يتغير توهج أي من المصباحين R1 وR2، انطفاء كل من المصباحين R1 وR2. طبعا الجواب الصحيح راح يكون هو النقطة الأولى A، انطفاء المصباح الثاني ذو المقاومة R2 مع زيادة توهج المصباح الأول ذو المقاومة R1. يعني هذا المصباح الثاني راح ينطفي مع زيادة توهج هذا المصباح الأول. طبعا السبب هنا راح يكون بسبب تولد دائرة كهربائية قصيرة ومعظم التيار راح يمر بالسلك الموصل الغليظ المربوط بين النقطة B و C، فلذلك التيار اللي باقي بالمصباح الثاني لا يكاد يكفي لإضاءته. فبهذه الحالة راح تعتبر هذه الدائرة كأنما دائرة بها مصباح واحد، فهذا المصباح راح يزداد التوهج مالته لأنه التيار راح يختفي من المصباح الثاني ويمر بالدائرة كلها فيزداد عندنا على المصباح الأول. هذا بالنسبة إلى الفصل الثالث. أتمنى تكون هذه المراجعة قد وفت بكم أعزائي الطلبة. فإلى هذا الحين ينتهي درسنا لهذا اليوم
ونلتقيكم إن شاء الله في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.